السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي ندوي على لي كود ديفو اللي كتعطيهم لينا لي زاباراي ديال الدياغنوستيك. قبل ما هذا غادي ندوي على الخدمه ديال لي زاباراي ديال الدياغنوستيك، فاش كيتشاركوا، شنو هي الحاجه اللي كيتشاركوا فيها لي زاباراي ديال الدياغنوستيك؟ لان هذا اشكال كاين عند بزاف ديال الناس اللي تيخدموا بلي زاباراي. باغ اكزومبل كاين اللي تيقول لك كنعرف نخدم بالفاك، اللي كاين اللي يقول لك نعرف نخدم بلوتوكوم. حنا غادي نحاولوا نشوفوا لي فونكسيون ديال لي زاباراي كاملين، سواء كانت عندك جي سكان، اوتيل، بوش، فاك، كليب. راه دي زاباري كاملين، اوتوكوم، لو بي بي اس ولا ليكسيا ولا اي اباري، راه نورمالمون كاملين كيتشاركوا في نفس الخدمه، يعني كاملين تيديروا تقريبا نسبيا نفس الخدمه. شنو تيديروا؟ اول حاجه اللي كيتشاركوا في لي زاباري كاملين ملي كيديروا كومينيكاسيون مع شي طوموبيل، سو دي زون بيجو ولا رونو ولا سيتروين ولا فولفو، راه اول حاجه تدار هي الايدونتيفيكاسيون ديال البواتي. يعني انت ملي كتدخل بالاباراي الموني كتبدل من اباراي لاباراي، واني راه ديما الحاجه اللي غادي توصل ليها انت ولا اللي خاص لاباراي توصل ليها هي تيدونتيفي البواتي باش دير معاها كومونيكاسيون. باغ اكزومبل انت ملي كتعزل بيجو 307 من بعد كتعزل 2 لتر، راه هي ديك الساعه كتحاول تعرف البواتي اشنو النوع ديالها. من بعد ملي كدير الكومينيكاسيون مع البواتي كتعطينا لا ليكتور ديال لي كود ديفو، يعني كتقرا لينا الديفو اللي كاين في الطوموبيل، وهذه هي اللي غادي ندوي عليها في هذا الفيديو هذا. من بعد ملي كتقرا الديفو بلاباري ديال دياغنوستيك كتعطيك من وراها ديريكت لي فاسمو، سواء كتكون عندك هاد لي فاسمو هذا في نفس لاباج، ولا كتقدر ترجع لاباج اللي من وراها كتلقى لي فاسمو. يعني ديما كتلقى ليكتور تقرا لي ديفو تابعها لي فاسمو. من بعد تيكون عندنا لي بارامتر، ديما غالبا كيكونوا بهذا الترتيب هذا، كتقرا لي ديفو افاسي كتلقى لي بارامتر، وهاد لي بارامتر سميات كيتبدلوا. غادي من بعد غادي نخدم نديروا شي فيديو نشرحوا فيه كل وحده من هادو بالضبط اشنو المعنى ديالها وكيفاش كتخدم وشنو هما السميات اللي تيكونوا. لان لي بارامتر مثال بارامتر ديال لي كابتور هي باش كنشوفوا الريجيم موتور، لا تمبيراتور، كنشوفوا السينكرونيزاسيون، يعني كاع لي بارامتر اللي عندهم رولاسيون مع لي كابتور واللي عندهم علاقه بالبواتي، المعلومات اللي كتاخذها من البواتي باش كتخدم. والسميات ديالو كتقدر تبدل، تقدر تلقى في اباراي مكتوبين لي بارامتر كابتور، تقدر تلقى مكتوبين لي دوني اون تو ريال، كل اباراي كيقدر يتبدل، ولكن المعنى واحد انك كتشوف لي بارامتر، الاناليز ديال لي بارامتر اللي كاينين في البواتي. من بعد كتلقى التيست ديال لي زاكسيونور، حتى هادي كيتبدلوا لي السميات، تقدر تلقى التيست ديال زاكسيونور مثال بروتوكول، تقدر تلقى تيك تيك لانه كتعتمد على السمع. تيست دي زاكسيون انك حتى كتيستي لاباراي كتهي كتيستي مثال لي زانجيكتور، كتسمع داك الكلاكمون ديالهم واش واصلهم الضو ولا لا، كتيستي لو جي ار، تيستي الفونتيلاتور. هذا التيست، يعني كاع لي زاباراي اللي دوينا عليهم راه كيفيهم هاد الترتيب هذا. ومن بعد كتلقى لي فونكسيون سبيسيال، يعني فونكسيون سبيسيال داكشي اللي عنده علاقه بالتيساج ديال لي زانجيكتور، لادابتاسيون بابيون، ادابتاسيون او جي ار، رينيساليزاسيون، بارامتر ديال فلتر بارتيكول، هادو كاملين تيكونوا في لي فونكسيون سبيسيال، وحتى هما السميه ديالهم كتقدر تبدل، تقدر تلقاها بارتيكولاريتي، تقدر تلقى فونكسيون سبيسيال، تقدر تلقى مكتوبه ابرونتيساج، كيتبدلوا من اباراي لاباراي. وغادي نرجعوا الفيديو ديالنا اللي باغي ندوي على ليكتور ديال لي كود ديفو وليكسبليكاسيون ديالهم. لي زاباري ديال ديغنوستيك كاملين ملي تيدخلوا تيعطيونا دائما جوج ديال الحوايج، تيعطيونا الشرح ديال الديفو اللي كاين في الطوموبيل، وتيعطيونا حتى الكود ديالو. الكود ديالو اللي راه نفس داك الكود راه هو المعنى ديالو، راه هو المعنى ديال الكود ديفو اللي كاين. يعني الواحد الا فهم الكود ديفو ديريكت مزيان، ما فهموش كيعاود يرجع الكود ديفو باش يقلب في الانترنيت ولا في دي لوجيسيال باش يفهم المعنى ديالو اكثر. وكاينين دي زاباراي اللي الخدمه ديالهم ديريكت سبيسيال هي كتعطيك غير كود ديفو، يعني ما تقدر تعطيك غير كود ديفو مثال بي 0 306 ولا بي 0 405، وانت كتمشي تقلب في دي لوجيسيال اخرين ولا بار انترنيت على الشرح ديال هذاك الكود ديفو باش تصلح المشكل اللي عندك. هاد لي كود ديفو كيتقسموا على جوج، عندنا دي ديفو اللي تيكونوا اكتيف ولا بريزون بيرمانون، وعندنا دي ديفو اللي كيكونوا غير انترميتون هيستوريك ولا ميموريزي. هاد لي ديفو اللي كيكونوا بيرمانون ولا اكتيف ولا بريزون كتكون مكتوبه حتى الديفو، ملي كيكون عندنا الديفو في لاباراي ديال الدياغنوستيك تيكون مكتوب في الجنب ديالها المعنى ديالو واش اكتيف ولا بريزون ولا بيرمانون. بحال هاد الشكل هذا عندنا مثال هنايا روندمون فيلتر بارتيكول، راه بيرمانون، يعني لاباراي ديما
ملي كتدخل تقرا الكالكيلاتور، الكالكيلاتور كتشوف لي كابتور اللي عندها ديال بريسيون ديفيرونسيال، كتلقى ان راه مثل الفيترا بارتيكول فيه بروبليم. يعني هي ملي كتعبر الفيترا بارتيكول البروبليم ديما كاين، حيت شي كونتاك ولا ديماريتي ولا ما ديماريتيش البروبليم ديما كاين. دونك هاد الديفو هذا راه بيرمانون، ما غاديش يتيفاس. تقدر دير ليفاسمون، سواء تعطيك ايفاسمون امبوسيبل ولا يتيفاس وسير بلاصه يعاود يرجع. من بعد عندنا لي ديفو انترميتون ولا هيستوريك ولا ميموريزي، واللي يقدروا يكونوا شي سميات اخرين عندهم نفس المعنى ديال هاد الديفو هذا. مثال بحال دابا هنا عندنا سيركويت كوموند بي دوبل زيرو تريبل زيرو دو، سيركويت كوموند ريغيلاتور دو فوليوم دو كاربيرون انترميتون. انترميتون يعني المعنى يقدر مثال الا جات عندك طوموبيل غير حيدتي الفيش وعاودتي رجعتيه كيتسمى انترميتون، لان الديفو تسجل في البواتي وين راه ما كاينش. ولا مثال الا كان عندنا غير خيط الكابلاج مجروح تيتوشي لا ماس مره مره، ولا كيتكوبي كيقطع لاليمونطاسيون ولا لا ماس ولا السينيال مره مره، كيتسمى انترميتون لانه ما كاينش، غالبا تيجي غير مره مره. وهاد لي ديفو لي انترميتون ولا فيجيتيف تيقدروا يتيفاساو، وخاصك تحرك بالطوموبيل ويكون عندك عاوتاني مثال الا كنتي كتمشي في الطريق فيها عقابي ولا خصك تحرك الطوموبيل عادي، او ترجع الديفو عادي تسجل. دونك انا من الاحسن ملي يكون عندنا لي ديفو انترميتون اننا نصوروهم قبل ما نيفاسيو الديفو. من بعد كاين عندنا التقسيم عاوتاني لي ديفو، فيهم ثاني جوج انواع، كاينين لي ديفو لي ستوندار وكاينين لي سبيسيفيك. ستوندار ولا نورماليزي، وعندنا سبيسيفيك ولا سبيسيفيك بالنسبه لواحد لا مارك. بالنسبه لي ستوندار، لي ستوندار غالبا تيكون بار اكزومبل تيبدا بالبي زيرو، تيكون عندنا في هذا الشكل هذا. هادو كاملين كيتسموا دي كود ديفو نورماليزي. بحال المثال عندنا هنايا بي دوبل زيرو 87 رومب دو ديستريبيسيون ترو فيبل، هذا نورماليزي. يعني الا شفنا لقينا في تويوتا راه نفسو غادي نلقاوه في رونو، نفسو غادي نلقاوه في فورد. ديما الديفو اللي نورماليزي تيكون بحال في لي مارك كاملين. من بعد غادي نجيو لي كود ديفو سبيسيفيك ولا ديال لا مارك. هاد لي كود ديفو سبيسيفيك ولا ديال لا مارك، يعني ملي تنلقاو شي ديفو ما عندوش مثال بي زيرو ولا داكشي اللي شفنا من قبل، يعني اي كود ديفو من غير دوك اللي شفنا ديال ستوندار، لكن هنا زيرو سي تادير راه نورماليزي. ما عندنا واحد جوج اي حاجه من غير داكشي اللي شفنا ديال بي زيرو راه كيتسمى ديال لا مارك. وديال لا مارك يعني خاصنا ملي نبغيو نقلبو عليه خاص ضروري يكون مثال بي 2148 ديال بوجو، واللي يكون نفسو ديال كيا. يعني حتى في لا ريشيرش ولا في اللوجيسيال خاصنا سبيسيف، ضروري خاصك تمونسيوني ليه لا مارك اللي كاينه ديالو. هنا مثال عندنا ديال رونو، يعني حتى هاد لي ديفو اللي مثال ديال رونو ملي تيكون، يعني خاصنا لقينا دي اف 045 راه مثال مشينا المانيوال ديال رونو راه كتلقى فيه واحد مجموعه من المعلومات خاصين بهذا الكود ديفو. مثال هذا دي اف 045 سيركويت كوموند رولي دو بريشوفاج، يعني هنا تيعطيك الى عطاتك سي سي 1 راه سي تادير راه كور سيركوي في 12 فولت، الى عطاك سي او 0 سيركوي اوفرت ولا كور سيركوي على ماس، ولا الى عطاك واحد دي اف يعني عندك بروبليم ديال سينيال. وهنا تعطيك معلومات والطريقه كيفاش باش تصلح الديفو اللي عندك. وهادو هنا كيتبدلوا من ماركه لماركه، لان كل فورنيسور تيحاول يصوب دي لوجيسيال ولا دي مانيوال باش يعاون لي تكنيسيان اللي عنده باش يصوبوا لي ديفو ديالهم في البارك ديال الطوموبيلات اللي تيجيو عندهم. السلام عليكم ورحمه الله.